أسعد الله مساكم كل خير ويا هلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من حلقات ديرتنا. هذا البرنامج اللي عودناكم فيه دائما على جولات متنوعة ومختلفة في مختلف مناطق مملكتنا الغالية، فأهلا بكم في ديرتنا. في أول أخبار ديرتنا لليوم، تشارك 1000 شركة عالمية ومحلية في قطاع التقنية، إضافة إلى 1000 خبير ومتحدث من 180 دولة في أعمال النسخة الثالثة من المؤتمر التقني الأكثر حضورا في العالم ليب 2024، والذي ينطلق غدا الاثنين. ويقام مؤتمر ليب 2024 تحت شعار آفاق جديدة في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض، خلال الفترة من 4 إلى 7 مارس لعام 2024، وبتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والاتحاد السعودي للأمن السبراني والبرمجة والدرونز وشركة تحالو. ويناقش مؤتمر ليب 2024 مستقبل التقنية والذكاء الاصطناعي فيما يستعرض أحدث الابتكارات. وفي خبرنا الثاني، رعى صاحب السمو الملكية الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان حفل مهرجان الصقور بالمنطقة فئة حر شاهين وفرخ قرناس، والذي نفذه نادي الصقور بالتعاون مع إمارة المنطقة وأمانة جازان في نسخته الأولى، ضمن فعاليات مهرجان شتاء جازان 24 جازان أجمل وأدفى، وذلك بمقر مهرجان الصقور شمال مدينة جازان. بطولة ليف غولف جدة 2024، ومع ختام الحدث العالمي الذي يقام في نسخته الثالثة على ملعب ونادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية. مزيد من التفاصيل راح تكون حاضرة مع زميلنا وليد المالكي. طيب وليد غير جاهز الآن. يقام في هذه الأيام في بريدة معرض أناقتي للأزياء، والذي يستهدف الرجال والنساء، ويعتبر الأول من نوعه في القصي، حيث يعرض آخر ما توصلت إليه الموضة، كما أنه نافذة تسويقية وداعمة للبراندات السعودية خاصة الصغيرة منها. تفاصيل أكثر مع زميلنا إبراهيم النودلي من هناك. إبراهيم مساك الله بالخير، إيش الصورة اللي عندك اليوم وحاب تنقلها للسادة المشاهدين؟ نعم، مساء الخير محمد. بالفعل محمد، نحن نتواجد الآن هنا في مركز المعارض المؤتمرات في مدينة بريدة، حيث يقام طبعا معرض أناقتي، المعرض الذي يهتم بآخر ما توصلت طبعا إليه الموضة بمشاركة عدد من البراندات التجارية. سنتعرف طبعا على هذا المعرض، ماذا يقدم هذا المعرض، خاصة أننا نتواجد في المعرض في اليوم الأخير منه. سنتعرف طبعا على معرض أناقتي مع المتحدثة الإعلامية باسم هذا المعرض أمجاد عبد الله. حياك الله. حدثيني عن هذا المعرض، معرض أناقتي، ماذا يقدم للرجال والنساء من خلال مشاركة العديد من البراندات التجارية؟ عندك يخدم البراندات العالمية اللي بالسعودية ومواهبهم، لأن الفاشن ويك كان عالمي برا السعودية، استقطبناه هنا بالقصيم، براند سعودي الحمد لله، كل الموجودين حتى المصممين براند سعوديين. في عندك اللي هو نقلة إن شاء الله 2030 بإذن الله للرؤية، وفاشن ويك يحكي عن أسبوع الموضة للمصممين كامل سعوديين، كامل سعودي. ماذا سيجد الزائر عند، أو ماذا وجد الزائر عند زيارته لمعرض أناقتي؟ الحمد لله وجد عندك اللي هو
في عندك اللي هو شو اسمه البراندات، شاف المصممين تواصل معهم، شوف في احد يعني وصل الموهبه نفس الزبون اللي وصل لنفس المعرض. هذه النقله كانت شوي صعبه بس وصلناها احنا للزباين. نعم، مشاركه البراندات التجاريه، انتم كيف تواصلتوا مع البراندات التجاريه للمشاركه في هذا المعرض؟ وهذا المعرض هل سيقام في اول، يقام لاول مره مثلا، او اقيم قبل كذا؟ لا، هو اقام اول مره باذن الله، وباذن الله بيقام بعدين، بيكون افضل باذن الله. اللي هو فاشن ويك سيزون 2 باذن الله. نعم، سيقام في العرض القادم باذن الله، وراح يكون يمشي مع ان شاء الله رؤيه 2030. وماذا سيقدم في الأعوام القادمة؟ هل هناك توسع؟ ما هل هناك إضافات ما للمعرض؟ أكيد بيكون في إضافات، بيكون أفضل من كذا بعد. الحين في عندك اللي هو براندات سعودية، اللي هو استقطبنا ناس معينة. المرة الثانية بإذن الله بيكون استقطاب بشكل كبير، بيكون شركات ما شاء الله بتكون سعودية مشاركة معنا بإذن الله، وبيصير أفضل إن شاء الله بفاشن ويك الثاني. المشاريع الصغيرة هل هي متواجدة في المعرض؟ نعم، متواجدة، موجودة في بعض البراندات هنا، مشروعهم صغير حبوا يوصلون موهبتهم للعالم، وحنا صرنا الوسيلة هذه النقلة له للعالم. شكرا للأستاذة أمجاد عبد الله، متحدثة إعلامية هنا في معرض أناقتي الذي يقام هنا في مركز المعارض للمؤتمرات في مدينة بريدة. نعم محمد، شكرا إبراهيم، يعطيك العافية. الشكر أيضا موصول لضيفتك الكريمة. من القصيم إلى منطقة عسير، حيث تحتفل جامعة الملك خالد بالمدينة الجامعية بالفرعة للوصول إلى العالمية في مجالات عدة. تفاصيل أكثر عن هذا الاحتفال الكبير مع زميلنا محمد الأحمري من هناك. محمد، مساك الله بالخير، إيش الصورة اللي عندك وحاب تنقلها للسادة المشاهدين؟ يسعد أوقاتكم بكل خير من هذا الصرح التعليمي الشامخ من المدينة الجامعية بالقرعة. اليوم نعيش أفراح مختلفة في هذه الجامعة لوصولها إلى العالمية بدعم حكومتنا الرشيدة وتميز هذه الجامعة الرائدة على كافة المستويات. للحديث أكثر عن هذا الاحتفال وعن هذا الوصول للعالمية، يسعدنا أن نرحب بالدكتور حامد مجدوع القرني، وكيل جامعة الملك خالد للدراسات العليا والبحث العلمي. راح فيك دكتور، وسعيدين بتواجدك معنا، ومساء مختلف ومساء أفراح. أهلا وسهلا بكم. وفعلا الجامعة اليوم تعيش أجواء احتفالية بانطلاقتها للعالمية. حقيقة هذه الانطلاقة تأتي مباشرة بعد التحول الاستراتيجي الذي تشهده جامعة الملك خالد منذ اعتماد استراتيجيتها المتوائمة مع استراتيجية تطوير منطقة عسير، وأيضا مبنية على الممكنات المادية والبشرية التي حظيت بها الجامعة نتيجة دعم حكومتنا الرشيدة. الجامعة الآن انتقلت إلى المدينة الجامعية، ممكنات فعلا عالمية تمكن جامعة الملك خالد من الوصول إلى الهدف الذي رسمته رؤية المملكة 2030، وأن تكون جامعاتنا ضمن أفضل الجامعات العالمية، ويكون هذه الجامعة في مجال البحث والابتكار ومجال ريادة الأعمال وأيضا التعليم والتعلم جامعة منافسة عالميا. جميل دكتور، خليني أسألك عن هذا الاحتفال، ماذا يتضمن عرضه لكل من حضر للمشاركة في هذا الاحتفال؟ هذا الاحتفال هو عبارة عن عرض للإنجاز الذي وصلت إليه الجامعة عبر هذا المعرض اللي احنا نقف فيه الآن. يعرض إنجازات الجامعة في كل الجوانب، في التعليم والتعلم وفي البحث والابتكار وأيضا في الشراكات المجتمعية، كما أيضا سيتم إطلاق شراكات مع المجتمع المحلي والدولي، والتي هي ترسم خارطة المستقبل للجامعة للوصول إلى العالمية. وأيضا الجامعة تعمل على برنامج امتنان لكل من وقف مع الجامعة سابقا وساهم في وصولها إلى هذه المرحلة. وبالمناسبة احنا نمتن لكل من له يد في الوصول لهذا الإنجاز العظيم للجامعة. شكرا لك دكتور، سعدنا بتواجدك. شكرا جزيلا، حياكم الله. إذن هذه الصورة من المدينة الجامعية بالقرعة، منطقة عزير، تعيش أفراح مع هذا الوصول وتميز الجامعة على كافة الأصعدة والمستويات. أعود لكم بالصوت والصورة في الاستديو، تفضل. شكرا محمد، يعطيك العافية. الشكر أيضا موصول لضيفك الكريم. احنا مكملين معكم في ديرتنا، لكن بعد هذا الفاصل القصير.
انطلق في المدينة المنورة ملتقى إضاءة المدينة، واللي يهدف إلى إبراز المواهب والقدرات المختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة التفاعلية. تفاصيل أكثر مع زميلنا سعد السناني من هناك. سعد، مساك الله بالخير، إيش الصورة اللي عندك اليوم وحاب تنقلها للسادة المشاهدين؟ مساك الله بالنور محمد وكافة مشاهدي القناة السعودية. طبعا ملتقى إضاءة المدينة، هذا الملتقى حقيقة يخلق مساحات إبداعية لذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع وأيضا رعايتهم وتمكينهم من خلال هذا الملتقى. نبي نتحدث عن هذا الملتقى أكثر، يسعدنا أن ينضم معنا الأستاذ خالد خبراني وهو المتحدث لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة. أستاذ خالد، في البداية مساء الخير، لو تحدثنا عن فكرة هذا الملتقى ونحن نشاهد اليوم الشباب والفتيات يتفاعلون معكم في هذا الملتقى. أولا أحييك وحيي السادة المشاهدين عبر السعودية، سعيدين جدا بوجودكم في ملتقى إضاءة الذي يهدف بشكل أساسي في خلق مساحة تفاعلية مع الأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد المجتمع والقطاعات التي تشاهدونها في المعرض، وكذلك الجلسات الحوارية التي ستقام في ملتقى إضاءة المدينة. أستاذ خالد، لو تحدثنا عن هدف الملتقى أيضا رؤية الملتقى من خلال هذه، حقيقة نشاهد هذه ورش العمل التي سوف تقام خلال اليومين هذا. نتطلع في الملتقى، بل رؤيتنا في الملتقى أن نرى الأشخاص ذوي الإعاقة ممكنين في كافة القطاعات، وأن يشارك الأشخاص ذوي الإعاقة مع كافة أفراد المجتمع في الحصول والوصول لمجتمع شامل وموائم يسهل كافة الخدمات. ورش عمل، جلسات حوارية، كذلك معرض مصاحب تشارك فيه أكثر من 30 جهة من مختلف قطاعات المدينة المنورة التي أتت لتشارك الأشخاص ذوي الإعاقة وتضيء ما لديهم للأشخاص ذوي الإعاقة ويصلون إلى مجتمعات شاملة وموائمة الأشخاص ذوي الإعاقة. أستاذ خالد، كيف استطعت يعني من خلال هذا الملتقى أن تجمع العدد الكبير لإخواننا من ذوي الإعاقة تحت سقف واحد وأيضا لتعريفهم ودمجهم في المجتمع؟ هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة هي المظلة التشريعية التنظيمية لكل ما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة. فالهيئة تعمل على العديد من البرامج المتعلقة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، بما فيها هذه الملتقيات التي هي أساس لمشاريع أكبر نشارك فيها مع القطاعات والأشخاص ذوي الإعاقة. اليوم الأشخاص ذوي الإعاقة يشاركون بشكل تفاعلي أكبر مع المجتمع، ويشاركون كذلك في تقديم هذه الورش وهذه الجلسات الحوارية، إلى جانب مشاركتهم في المعرض المصاحب هنا في ملتقى إضاءة المدينة. وجودهم اليوم هو أساس لكل المشاركات الشاملة والفاعلة لدى أفراد المجتمع. أستاذ خالد، يعني ذكرت الجلسات الحوارية اليوم إن شاء الله وأيضا غدا، حدثنا عن هذه الجلسات، إيش المواضيع التي سوف تطرح لإخواننا ذوي الإعاقة وأيضا للجمهور الحاضر لهذا الملتقى؟ جدول مليء جدا بالورش وبالجلسات الحوارية التي ستتناول الجوانب الاجتماعية والجوانب الاقتصادية والجوانب التعليمية والحقوقية، وكذلك جوانب ورش العمل المتعلقة بالمهنية. اليوم كذلك تستعرض قصص النجاح بعد حفل الافتتاح إن شاء الله لمجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة في المدينة المنورة من مختلف إعاقاتهم، إذ ساهموا بشكل كبير جدا في تخطي العقبات وكذلك وجودهم في العديد من المراكز المتقدمة في مجالات عدة. اليوم سيحتضن ميريديان المدينة العديد من المشاركات الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة. وجودكم أنتم، وجود الإعلاميين، وجود المجتمع بشكل عام هو الذي يعكس إضاءة، لأن إضاءة ليست فقط لذوي الإعاقة إنما هي أيضا للمجتمع. خالد، طالما يعني سؤال أخير، طالما ذكرت المجتمع، حدثنا عن انطباع المجتمع وهم يشاركون إخوانهم من ذوي الإعاقة ويرون إبداعاتهم ويرون أيضا إنجازاتهم خلال الفترة وأيضا دمجهم في المجتمع. ممتاز. نطاقين أساسيين، الأسرة في البداية تفرح حينما يكون فيه ملتقى يخدم أبنائهم ويساعدهم على أنهم يحصلون على معلومات وخدمات من القطاعات المشاركة. الأمر الآخر، المجتمع يأتي متلهفا، من هم الأشخاص ذوي الإعاقة؟ كيف تقدم لهم الخدمات في المملكة؟ ما هي الاحتياجات التي تساهم في تمكينهم؟ ما هي الأساليب التوعوية التي موجودة؟ ورش عمل، جلسات حوارية، معرض مصاحب كفيلة بإذن الله أن تصل المعلومة لكل الحضور اليوم في المدينة لمجتمع شامل ومائم بإذن الله. الأستاذ خالد الخبراني وأنت المتحدث الرسمي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، شكرا لكم. شكرا جزيلا لكم وحياكم الله.
إذن محمد، يعني كما ذكر خالد، يعني هذا الملتقى حقيقة، وأيضا هذا المعرض الذي خلفي الآن المصاحب لهذا الملتقى، والذي حقيقة يضم العديد من إخواننا من ذوي الإعاقة، من المبدعين ومن الموهوبين الذين حقيقة يقدمون للمجتمع كل يوم. حقيقة نشاهد من إخواننا من ذوي الإعاقة إبداعات وتألق، وأيضا نشاهد يعني إبداعهم في عدة المجالات. طبعا أيضا نشاهد أيضا دمجهم في المجتمع من خلال هذا الملتقى بمشاركة الجهات الحكومية وأيضا الجهات الغير ربحية لدعم هذه الفئة حقيقة غالية على كل مواطن ومقيم على هذه الأرض. خالد، هذا كل ما لدي، أعود إليكم، يعطيكم العافية. شكرا سعد، يعطيك العافية. كل الشكر أيضا لضيفك الكريم. بكل تأكيد هي واحدة من فئات المجتمع الغالية على الجميع، مثل هذه الملتقيات أو هذه الفعاليات هي أقل ما يقدم لهم. يعني كل الشكر للقائمين على هذا الملتقى. في جانب آخر، وبالشراكة بين الاتحاد السعودي للرياضة للجميع وبرنامج جدة التاريخية، تنظم أول نصف ماراثون في منطقة جدة التاريخية بالشراكة بين الاتحاد السعودي للرياضة للجميع وبرنامج جدة التاريخية. حنشوف الآن في سياق التقرير التالي. الاتحاد السعودي للرياضة للجميع وبرنامج جدة التاريخية التابع لوزارة الثقافة تعلن عن شراكتهما في تنظيم سباق نصف ماراثون جدة التاريخ الأول، والذي أقيم في مدينة جدة بدعم من وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لألعاب القوى. والله تجربة حلوة، أول مرة الحقيقة أشارك في نصف ماراثون. طبعا ما سويت نصف ماراثون، سويت 10 كيلو بس. التجربة حلوة، الجميل انك تشوف الاعداد هذه كلها مشاركة ومن جميع الفئات العمرية والرجال والنساء، وكلهم ما شاء الله يعني جميل جدا تشوفهم مشاركين. وجميل انك تشوف هالعدد الكبير اللي مهتم بالرياضة. وطبعا الموقع، يعني وجودنا في جدة التاريخية، طبعا موقع جميل، وبعدين مرور بالبحر ورجع مرة ثانية، يعني فيعني كل التجربة بشكل عام حلوة. بالنسبة للتجربة، احنا يعني دائما نجرب الأشياء الجديدة والفعاليات الرياضية اللي في جدة، وهذه كانت تجربة يعني صراحة فريدة لأنها في جدة تاريخية، ويعني توري كل المعالم اللي موجودة في جدة. في نفس الوقت إن شاء الله نقول يكرروها المنظمين، لأنه ويعملوها يمكن أكثر من مرة في السنة وفي أوقات مختلفة. نحفز الجميع إنه يشارك، نحفز الجميع إنه يكون جزء من هذا التغير والفعاليات الرياضية. حدث جميل جدا في مدينة جدة. اتجولنا احنا بالبايكات مع المسابقين داخل مدينة جدة، وخاصة منطقة البلد والمنطقة التاريخية. يأتي هذا الماراثون لإبراز التراث الغني والعريق لمنطقة جدة التاريخية المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وتشجيع جميع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة من أجل تبني نمط حياة أكثر صحة وحيوية. فدوى الطيار من جدة. مكملين في ديرتنا، لكن بعد هذا الفاصل القصير. بطولة ليف غولف جدة 2024، ومع ختام الحدث العالمي واللي يقام في نسخته الثالثة على ملعب ونادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، راح تكون حاضرة هذه التفاصيل مع زميلنا وليد المالكي من هناك. وليد، مساك الله بالخير، ايش الصورة اللي عندك اليوم وحاب تنقلها للسادة المشاهدين؟
مساء الخير محمد، ومساء مليء بالخير والسعادة بإذن الله لمشاهدين قناة السعودية. كما ذكرت محمد، هذا اليوم كان اليوم الثالث والختامي لبطولة ليف جولف جدة. هذه البطولة اللي استمتعنا فيها على مدى 3 أيام، بدأت من الجمعة والسبت، واليوم الأحد كان ختام البطولة. منذ دقائق قليلة توج الفائز ببطولة الأفراد لهذه البطولة والفريق الفائز في الدقائق الأخيرة بعد منافسة استمرت لمدة 3 أيام بين 13 فريق و 52 لاعب من لاعبي الصف الأول للعبة الجولف. أجواء كانت جميلة ورائعة في هذه الأيام الثلاثة الماضية. الكثير من زوار هذا الموقع استمتعوا بالعديد من الفعاليات التي خصصت لزائر المكان في منطقتين تستقبل الجمهور. الأولى هي قرية الجماهير والأخرى هي المنطقة الشاطئية. احتفالات كانت مستمرة في الأيام الثلاثة الماضية، ألعاب نارية وفعاليات مختلفة كانت في كامل أرضية ملعب رويال جرينز الذي احتفل بتتويج الفائز اليوم للأفراد والفرق. كانت 3 أيام جميلة، العديد من الزوار طبعا عائلات بمختلف الأعمار استمتعوا بهذه الأجواء الرائعة، الأجواء المعتدلة على شواطئ جدة في المدينة الاقتصادية. هذا طبعا اليوم هو اليوم الأخير. قبل دقائق ما يقارب نصف ساعة تم تتويج الفائزين، وهذه كانت المنطقة التي تمت فيها لقاءات الفريق الفائز والفائز ببطولة الأفراد. محمد، هذه بعض الأجواء اللي كانت في ملعب رويال جرينز. الآن أعود إليك محمد بصوت الصورة. شكرا وليد، يعطيك العافية. يعني في جانب آخر، وفي دورتها الثالثة جائزة صناعة المحتوى تتوج الفائزين، قناة السعودية تحقق درع الجائزة للتغطية الإعلامية للفعاليات الوطنية المتميزة. في الحفل الذي نظمته إمارة منطقة القصيم نتابع التقرير التالي من إعداد الزميل علي العطينان. تهدف إلى الإسهام في نشر الوعي وتعزيز للقيم الوطنية وتشجيع لصناعة محتوى هادف وإيجابي، جائزة صناعة المحتوى تسدل الستار عن دورتها الثالثة وتتوج الفائزين بمساراتها المختلفة. قناة السعودية حصلت على الجائزة لإسهاماتها ودورها في تغطية الفعاليات الوطنية، إلى جانب تتويج عدد من المؤسسات الحكومية والأفراد بأفرع ومسارات الجائزة. وسلم أمير منطقة القصيم دروع الجائزة للفائزين تقديراً لدورهم في إثراء المحتوى الإعلامي. 35 فائزاً توجوا بالجائزة ما بين أفراد وممثلي عدد من الجهات في النسخة الثالثة من الجائزة. هذه الجوائز تعزز وتحفز الأعمال الاتصالية الإبداعية، كما أنها تسهم في رفع روح التنافس بين الجهات الحكومية للوصول لأعمال اتصالية متميزة. حافز جميل ورائع أن احنا نكثف جهودنا في صناعة المحتوى. صناعة محتوى متميز له أثر على المجتمع ويكون له فائدة من ناحية مسؤوليتنا الاجتماعية، أو من ناحية خلق قيمة مضافة للمحتوى المحلي في القطاع المصرفي. وتأتي جائزة صناعة المحتوى لتمثل واحدة من المبادرات المجتمعية التي أطلقها أمير منطقة القصيم، تقديراً وتحفيزاً لمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي لتقديم محتوى هادف وإيجابي. لبرنامج ديرتنا، علي العطينان، بريدة. تشتهر الباحة بمناظرها الطبيعية الخلابة والجبال الشاهقة والوديان الخضراء، وهو ما يجعلها وجهة سياحية. خلونا نتابع بعدسة المصور عبد العزيز الكناني شلال الشراشير في منطقة الباحة ومن ثم نعود.
وصلنا معكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم، غدا موعد جديد في ديرتنا، في أمان الله.